أوبريت دولة رجال. كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، ألحان الموسيقار سهم، مشاركة الملحن سلطان الناصر، أداء من أعلى. رحبوا معي بمشاركة الفنانين لأوبريت دولة رجال. رحبوا معي بالفنان محمد عبده، ورحبوا معي بالفنان عباد الجوهر، ورحبوا معي بالفنان عبد المجيد عبد الله، ورحبوا معي بالفنان راشد الفارس. قبل هذا الوقت من وقت مضى، كيف كان الحال وكيف الله يعين. قبل هذا الوقت من وقت مضى، كيف كان الحال وكيف الله يعين. البيوت الطين وتذوع الفضاء والتعب والجوع وانياب السنين. لا أمان يبعث إحساس الرضا، ولا سلام إلا خصوم خايفين. لا أمان يبعث إحساس الرضا، ولا سلام إلا خصوم خايفين. ضاقت صدور الملا وضاق الفضا، وكم من الضيقات شافوا الأولين. قبل هذا الوقت وقت وانت
هذا الوقت من وقت مضى. هذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي بلاد أخرى عامة التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك. نسأل الله التوفيق وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته. سلي السيف الحق في ده ضيح الرسل عليه.
مملكة تعز ومهابة واستعلمت المسيرة عقب صقر الجزيرة وجيك يا سعود حاكم مملكة تعز ومهابة واستعلمت المسيرة عقب صقر I'm
صارت عروس ولين صارت مثيرة الصروح العظيمة صفحة من كتابة من جراها عرف قدرة وفضلة وخيرة الصروح العظيمة صفحة I'm
أساس كل شيء. إذا لم يكن هناك إنسان واعي ومتعلم وقادر أن يعمل وطموح في السعودية لا نستطيع أن نعمل أي حاجة حتى وكانت لدينا كل المقومات. اليوم شيء مبشر أن لدينا سعوديين
أقوياء، سعوديين يرفعون الرؤوس، سعوديين يستطيعون يعملون أي شيء في كل القطاعات. سوف نستغلهم لتحقيق هذه الرؤية، بالإضافة إلى الحرص على الأجيال القادمة في السعودية. هم طاقة الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية، هي الطاقة الشبابية اللي فيها. والميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي، لديه طموح رائع، مثقف، متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط نضع الرؤية ونعمل عليها. الشباب بلا شك هم أهم روافد هذه الرؤية وتحقيقها. المملكة تشكل جزء من جزيرة عربية، هي منطلق العرب، وبالتالي منطلق الكتاب والسنة. وأقول دائما وأكررها، يكفي العرب عزا أن يكون القرآن نزل على نبي عربي في أرض عربية بلغة عربية، هذه نعمة كبرى، لكن مسؤولية أكبر علينا. يجب أن نربي شبابنا
أبناء وبنات علينا يعرفوا ويتأكدوا ما هي أهمية بلدها. نحن الحمد لله نتمتع بالأمن والاستقرار فيه، ويأتون حجاج بيت الله والمعتمرين والزوار أمن مطمئنين بين مكة والمدينة بأمن واستقرار الحمد لله، ويمشون من البحر الأحمر إلى الخليج هم كذلك، ويمشون من جنوب الشمال هم كذلك. نعمة من ربنا يجب أن نحافظها ونحمد الله عليها، لكن لم تأتي إلى هذه الدولة. يعني فعلا عندما قابها عبد العزيز وتبع أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، قامت على الكتاب والسنة هذه الدولة. إذن منطلقنا واحد الحمد لله، شعب ودولة. Yeah.
صحراها المملكة العربية السعودية تعتزبك يا جاجها ومولاها. المملكة العربية السعودية تعتزي بك يا تاجر.